مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. كان طبعا برحب بيه على كرون تايم على سبورتس. طبعا النهارده مباراه كانت صعبه جدا وفوز مهم جدا بثلاث اهداف مقابل لا شيء. تقييمه النهارده لاداء اللاعبين وايضا في وجود جمهور كبير جدا يعني في دي ليستونج دان فون دن سبيلرن هويته اند اوخ دان دي فانز واز ساكس فون سوبوبليكوم هويته. Ja, also die Spieler haben das umgesetzt, was wir haben wollten. اللعيبه نفذت بالظبط اللي انا كنت عايزه منهم النهارده. وطبعا النتيجه كانت مستحقه وكانت نتيجه قويه جدا واضحه. الجمهور كان عظيم جدا، بشكرهم جدا على الدعم الكبير. Bis jetzt konnte ich das nicht oder es ging nicht und jetzt heute war das so und ja war Gänsehautgefühl. انا كنت دايما بسمع عن جمهور النادي الاهلي، كان نفسي احضر التجربه دي، حضرتها. الواحد اشعر من اول ما شاف جمهور النادي الاهلي وصوته وشكل جمهور النادي الاهلي، وبتمنى انه دايما يكون موجود. طبعا هيقفل صفحه بطوله ابطال افريقيا وهيكون في تركيز في الدوري في المباراه القادمه ايضا في اكثر من مباراه. تراحم في المباريات هيكون جاهز لها ازاي؟ Es gibt dann jetzt bestimmt schließen wir die jetzt das Kapitel Champions League. Wir haben jetzt die Meisterschaft, wir haben dann viele intensive Spieler. Wie bereiten Sie sich vor dann für die nächste Phase? Ja, das heißt, morgen ist Regeneration und dann geht es wieder weiter mit Training. Und immer das nächste Spiel ist das Wichtigste. هنبدأ بكرة الاستشفاء ونبدأ التدريبات على طول للماتشات اللي جاية. ودايما أنا الكلمة بتاعتي أهم ماتش في الموسم هو الماتش اللي جاي. سريعا كلمة للاعبين ولحسين الشحات بالتحديد بعد حالة الوفاة بالتأكيد لوالده وللجمهور. سبيلا عن حسين الشحات. wegen seinem Vater und auch dann an das Publikum. Ja, gut, er hat sehr viele Emotionen gehabt in den letzten Tagen, weil sein Vater gestorben ist. Wir haben kurz miteinander gesprochen, er hat einen Tag freigenommen und dann konnte sich, und er hat auch gesagt, dass er nachher wieder mental frei ist und bereit ist. Hat dann gut trainiert auch und war aber natürlich die Zeit davor, war längere Zeit verletzt. Und ich wusste, dass er nicht von Anfang an spielen wird, dass ich ihn dann aber mit seiner Qualität, mit seinem Dribbling reinschmeißen kann. Und das hat er heute fantastisch umgesetzt. بالنسبة لحسين طبعا أنا بشكره على أداء النهاردة. هو كان عنده ظروف صعبة وخصوص وفاة والده، فأنا اتكلمت معاه كتير وقعدت أهله نفسيا، اديت له يوم راحة عشان يقدر إن هو يفصل ويحاول إن هو يشتغل على الاحزام بتاعته، وهو جالي بعدها وفعلا قدر ان هو يتخطاها الى حد ما. الواحد ما بينساش حاجه زي كده. عايز تعرف عظمه الاهلي، اسمع الكلمتين اللي قالهم الراجل الاجنبي اللي لا يعرفك ولا يعرفني، اللي جاي مره لاول مره في افريقيا وجاي اول مره لاول مره في مصر بيمرن النادي الاهلي. مارسيل كولر قال لك انا سمعت عن جمهور الاهلي. لا يا بيه، السمع حاجه والشوفان حاجه تانية. ده جمهور النادي الاهلي اللي انت شفته، وده جزء من مجموعة كبير جدا جدا اللي كان موجود النهارده. قال لك انا اشعرت من الجماهير. جه معادنا دلوقتي مع معلوماتي مع نجومنا اللي مشرفينا ومنورينا كالعاده، استاذه ريهام حمدي. يا استاذه ريهام اهلا وسهلا بيكي، مساء الفل. مساء الفل يا ابراهيم، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله يا رب دايما. والاستاذ احمد شوقي، ازيك يا ابو الشوقي صديقي العزيز؟ ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويس؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله يا رب دايما. والمتالق استاذ احمد عبد الباسط. اعلمي. ازيك يا عبد الباسط؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حلو. كله زي الفل. معلوماتي. البدايه معاك يا استاذ ريهام، مفيش طبعا بعد كده، الاهلي كسبان وهتبتدي باخبار الازم. لا، المباراه كانت كويسه جدا، وطبعا يعني الحضور الجماهيري كانت حاجه رائعه، تنظيم من البدايه، العدد اللي كان موجود، المباراه، كل حاجه. وطبعا نهايه المباراه بالتاهل للنادي الاهلي يعني كان يوم جميل كده كله من اوله لاخره يعني. الف مبروك للجماهير وللنادي الاهلي يعني. ندخل على اخبارنا بقى على طول عشان الزملاء بيتضايقوا وعايزين نديهم وقتهم. مين بس طبعا زملاء مين اللي جاوب؟ عبد الباسط. اقسم بالله لا لا لا، مش شوقي، عبد الباسط. انا لسه عمال اقول لك ميزه الشراقوه ان هم بياخدوا بالهم من بعض. الشراقوه بيعملوا سبورت لبعض يعني نص نص. خافت منك. طب يلا كملي يا ريهام اتفضلي. عندنا بس خبر الاولاني معانا عن محمد حمدي. في كلام كتير جدا عن ان النادي الاهلي عايز محمد حمدي في صفوفه خلال الموسم اللي جاي، والحقيقه يا ابراهيم ان في فعلا اهتمام شويه من النادي الاهلي باللاعب،
لكن لحد دلوقتي ما فيش مفاوضات رسميه بدات في اي حاجه تخص اللاعب يعني، لكن في اهتمام فعلا بان هم ممكن يضموه خلال الموسم الجديد يعني. هل ممكن يعود محمود وحيد مره ثانيه للنادي الاهلي في ظل احتياج النادي الاهلي لتدعيم المكان ده؟ محمود وحيد احنا عارفين ان هو كان طلع سنه اعاره لطلائع الجيش، والمفروض ان السنه دي خلاص هيخلص عقده معاها يعني، فلحد دلوقتي لا ما فيش اي نيه لعوده محمود وحيد مره ثانيه للنادي الاهلي خالص يعني. عظيم. طب انا عندي خبر مهم جدا خلينا اقوله لكم برضه عشان اتقال شويه كلام من ناس فاضيه، من ناس فاضيه. فالرد جه من الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه، قال لك لا صح، عشان بس انا لما اشتب جمهور الاهلي انا عارف كويس ما قدمه جمهور الاهلي. قال لك لا صح لما تم تداوله بمقطع فيديو باحد الصفحات المواليه لجماعه الاخوان باحدى مواقع التواصل الاجتماعي بشان وجود تجاوزات من الجماهير في مباراه الاهلي اليوم، وقالوا انه هذا المقطع يعود تاريخه ل 2013 وانه لم يحدث للصفحه الرسميه لوزاره الداخليه ولم يحدث تجاوز على الاطلاق من جماهير الاهلي في مباراه اليوم. يعني انا ده بس عشان حضراتكم تكونوا معانا في الصوره. شوقي اتفضل، انت عندك موضوع كبير جدا جدا، من هو المدير الفني لنادي الزمالك؟ مصر كلها بتسال. تمام. مدير فني نادي الزمالك لم يتم اختياره حتى هذه اللحظه. ما يا باشا انا حاجه اكذب هنضل للناس؟ حتى هذه اللحظه تمام لم يتم اختيار بشكل نهائي للمدير الفني. بس في اسماء أحكي بقى احكي لك احكي لك بص احكي لك الموضوع من الاول تمام. اول حاجه الزمالك اتعرض عليه اكتر من مدرب تمام. الاختيارات الاول اتعرضت على امير مرتضى منصور. امير مرتضى منصور قلص السير الذاتيه لثمان سير ذاتيه. بقول لك اللي حصل امبارح في اجتماع اللجنه الفنيه. ثمان سير ذاتيه. حلو حلو الحته دي. تعرف نفادي ولا ايه؟ لسه الله تتفرج على كميه كتير طبعا. احنا كده مش هنكمل. لا خلاص كمل كمل كمل. كنا بنتكلم عن مين؟ نفادي. نفادي كنا بنتكلم عن نفادي. لا بيخبز بجد والله. بعد كده الثمان مدربين دول عشان يتعرضوا على والنقطة دي هشرحها ليه بعد كده، عشان يتعرضوا على اللجنة الفنية بيتعمل معاهم زوم ميتنج بيعمله أمير مرتضى منصور. تمام؟ بناء عليه تم تقليص الأسماء لثمان أسماء. حصلت امبارح اجتماع اللجنه الفنيه. اللجنه الفنيه دي كانت مكونه من مين؟ كانت مكونه امير مرتضى منصور، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن اسماعيل يوسف، كابتن عبد الحليم علي، كابتن احمد عبد الحليم، كابتن حماده عبد اللطيف، وكابتن احمد حسام ميدو. تمام. كابتن طارق يحيى. تم تقليص الاسامي لاسمين. تمام. وتم الحديث على ان هو الاسمين دول شايفين ان هم الافضل وانه يتم اختيار حد منهم. ولكن امبارح بالليل ظهر اسم جديد تالت. مين ده اللي خلى هكمل. ماشي. ماشي. تم ظهور اسم جديد. الاسم الجديد ده خلى مجلس الاداره او خلى امير مرتضى منصور يعيد الحسابات. بناء عليه تم يعني زي ما بقول لك ايه تم اعاده الموضوع من اول وجديد. تمام. اللي انا عارفه انه حتى الان انه الجنسيات تمام المطروحه، لانه في اسامي هي اتعرض وموجوده. يعني اسم زي نيك فيريرا ده اتعرض، اسم زي ولتر ماتزاري المدرب الايطالي اتعرض، المدرب الالماني هايكو هيرليتش اتعرض، ولكن معظم الاسامي اللي اتقالت في السوشيال ميديا هي في اللحظه الحاليه خارج حسابات الزمالك. حتى هذه اللحظه بدا يدخل اسماء، يمكن حتى الان لسه ما وصلتش للاسماء بشكل عام، لكن بدات اعرف جنسيات، يعني برتغالي، اسباني، اوروجواياني، كولومبي، حوالي اربع خمس اسماء بدات هم اللي بداوا يدخلوا في اللحظه الحاليه. ولكن حتى هذه اللحظه مفروض انه موضوع بعد ما كان خلاص تم تحديد المدرب، لا تم الاتفاق على ان الموضوع يرجع لنقطه الصفر، وممكن تحصل اجتماع تاني للجنه الفنيه. هل هتحصل ولا هيتم مناقشتهم بالتليفون، خصوصا ان احمد حسام ميدو ليه دور في اختيار المدرب؟ تاكيش جونياس بعد عن الحسابات، انا كل مره بقول برضو بالابديت بعد عن الحسابات. منصب مدير الكوره، منصب مدير الكوره كابتن اسماعيل يوسف بكره ان شاء الله مسافر المانيا، وتم استئذان مجلس اداره الزمالك نظرا ان عنده ظروف اسريه مع زوجته ومسافر المانيا. بناء عليه تم التحديد او تم التفكير في منصب مدير الكوره. تم ترشيح اكثر من اسم، كابتن نادر السيد وكابتن عبد الواحد السيد. تمام. الاسامي المحليه للمدربين هو المفروض ان المدرب هيجي هيبقى مدير فني، مساعد مدرب، مدرب احمال، مدرب حراس مرمى، محل اداء. دول اربع
مساعدين. انا عارف ان انا معلش خدت من وقت الناس بس دي اهم حاجه، وانا بعتذر طبعا لزمايلي، بس انا بحاول الريتم هدي، انا بحاول اوصل للناس اللي بيحصل في الوقت الحالي بالنسبه لحوار المدرب. انا توقعي الشخصي ان ملف المدرب ده لسه قدامه حوالي يومين ثلاثه عشان يبتدي يتضح ايه هو. يمكن اتقال برضو بعض الكلام انه هايكو هيرليتش قال لا انا عايز امسك من اول الموسم، فده اللي بوظ الموضوع او الكلام ده كله. مبدئيا قبل اي اسم عشان يوصل لمرحله انه يبقى في الشورت ليست، من الاول الزمالك بيشرح له وضعه، بيشرح له ان انا عايزك من دلوقتي، يعني ما ينفعش عايزك من دلوقتي تمهيدا للموسم الجاي. طيب. ما ينفعش من دلوقتي ان مثلا ان انا اروح ادي اللجنه اسامي وهي اصلا ما حصل ما تمش اتفاق معاها، لا بناء على الزوم ميتنج اللي بيحصل بيتم شرح وبيفهم الراجل دماغه ايه، تفكيره ايه. عزيز. الكلام ده كله. طيب عبد الباسط، قصه حياه الفار واللي حصل اليومين ثلاثه اللي فاتوا، عارف انت هديك معلومات جديده ان شاء الله. يلا. طيب بص، اول حاجه انا قلت لك الاخبار، انا عارف ان ده كان تاني خبر. فمعلش مش مشكله. فهو اول حاجه الخبر اللي معانا هو بتاع الفار، انه بص مبدئيا الشركه اللي هي اللي جايبه الفار اللي بعت لنا الثلاث عربيات او الاربع عربيات الموجودين، المفروض العربيات دي هتبقى ملكنا بعد السنه دي، بعد الموسم ده. هم مدينهم لنا شكل ايجار مثلا، وكان في حاجه معموله من ايام استاذ عمرو الجنايني ان احنا بعد ثلاث سنين يبقوا الحاجه دي ملكنا، فهي دلوقتي لسه كانها ايجار بالنسبه لنا. الناس دي ليها 41 مليون جنيه، ليها يا ستي 41 مليون جنيه. فحد يجي يقول لك الانديه ما عليهاش، لا هي الانديه عليها بس مش عليها السنه دي، عليها من السنين اللي فاتت. فبالتالي التراكمات دي على الانديه وعلى اتحاد الكوره بالنسبه للشركه، فالشركه قالت انا هاجي اخر الموسم هتاخدوا العربيات، يبقى الفلوس هتضيع عليا، وانا الماتش بقى عم بشتغله ب 3000 دولار. هي كانت عايزه تزود ب 5000 دولار، ولكن المفاوضات الاخيره بين استاذ وليد العطار وبين الشركه دي خلاص هي ال 3000 دولار. بعتوا اول امبارح قال لك وقف الفار، مش هينفع اشتغل لحد ما ناخد فلوسي. مفيش فلوس، فراح اتحاد الكوره بعت خطاب للرابطه قال لهم كذا كذا، راحت الرابطه رد عليهم بخطاب قال لهم لا احنا مع حقوق الانديه وده كده هنخل بمبدا تكافؤ الفرص، وبالنسبه لنا انتوا بتعملوا لنا مشكله كبيره فلازم انتوا تحلوا الامر. انا بقول لك الامر هيتحل خلال 3 ايام او 4 ايام والفار هيرجع تاني. بس في بعض الانديه بتقول انه انا كان في فار في الدور الاول المفترض يبقى في الدور الثاني لانه في ماتش ذهاب اتلعب، ماتش العوده فالطبيعي انه يبقى بنفس فهل من حقهم ان هم يطالبوا بالبطلان في هذه الحاله لمسابقه الدوري؟ كان الحاج عامر حسين برضه، هو الحاج عامر حسين بيعمل حساب لاي حاجه، اي حاجه ممكن تحصل، انت ممكن تقول له يا عم احنا الدنيا تمام يقول لك لا. فراح حاطط بند في اللائحه، نعرض اللائحه برضه للناس عشان يبقى الموضوع مقفول ضبه مفتاح. البند في شؤون الحكام رقم دال بيقول سيتم تطبيق تقنيه حكم الفيديو المساعد فار في جميع المباريات، وفي حاله تعطل التقنية أو تعذر العمل بها لأي سبب سواء قبل أو أثناء المباريات تقام المباريات بشكل طبيعي ولا يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال. فما فيش حد ليه حق، الموضوع الفار ليس إجباريا. فبالتالي ما فيش حد، هي المسابقة تمشي زي ما هي، ولكن أنا بقول لك هترجع بعد 3-4 أيام وهيتم جدولة الفلوس دي، وخلال 3-4 أيام تتحل هذه الأمور. ده كلام عظيم، وعندنا كمان لقاء مهم جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، نشوفه منه الفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. يعني الحمد لله، طبعا هي بطاقه تاهل لحد اخر 10 دقائق تقريبا، يمكن الواحد بدا يرتاح شويه بعد الجون الثالث، لان انت عارف 2-1 برده كانت الدنيا هتبقى فيها صعوبه. الحمد لله رب العالمين، المباراه كانت صعبه بالنسبه لنا، المباراه كان احنا حاطين نفسنا في الوضع ده، لكن في النهايه الهدف الاكبر اتحقق. يعني اجمل ما في اللقاء طبعا هي الصوره الجماهيريه اللي عاملها النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي بالشكل الجميل ده، بالحضور الجميل ده من الساعه 3 او 4. يعني بشكرهم طبعا مؤازرتهم ومساندتهم وتشجيعهم وثقتهم اللي موجوده في الفريق. هي منظومة، يعني ما فيش حد بيشتغل لوحده ولا حد بينجح لوحده ولا حد، يعني الراجل الأخضر هو اللي هيعمل كل حاجة. يعني كل واحد له التخصص بتاعه والدور بتاعه، الأمور الفنية خاصة بالأمور الفنية، الأمور الإدارية، الأمور الطبية، النظام كله ماشي إزاي. يعني إحنا بس يعني يمكن بنفتقد العمل الجماعي بشكل كبير في العالم العربي شوية، يعني متخيلين إن ممكن يبقى في حد هو اللي ممكن يعمل كل حاجة لوحده، ما ينفعش. كل واحد له دوره وكل واحد له تخصصه، والجزء الرياضي ده مهم جدا، كل واحد
واحد يبقى له التخصص بتاعه. يمكن احنا يعني بنحاول ان احنا كل فتره ناخد خطوه افضل شويه. معانا ضمنا في الجهاز في دكتور استشاري تغذيه وفي دكتور معد ذهني وفي طبعا بجانب دكاتره العلاج الطبيعي والتاهيل والاحمال والدكتور احمد ابو عبله والاداريين والعمال كل دول لهم دورهم ولهم اختصاصهم يعني. فبتحاول تاخد خطوه لان كل حاجه لو بتساعد ولو بواحد في المية بس بتساعد عشان توصل للهدف اللي انت عايزه. الريكفري هيبقى ازاي يا كابتن خاصه ان احنا بنشوف ان الاهلي عنده تلاحم مباريات وايضا ضغط في مباريات كبير جدا، هتعملوا ريكفري ازاي تستعدوا زي المباراه القادمه؟ زي ما قلت لك يعني انت لو عايز تتكلم في اللي فات يعني ممكن بقى لما تكبر شويه في العمر ولا حاجه يعني، لكن دلوقتي خلاص كل مرحله وكل اهميه هي بتاعت النهارده. امبارح حلو وجميل وراح، خلينا نشوف بكره مباراه المحله والاستعداد ليها. المحله كسبان الاتحاد 2-0، صحيح الاتحاد وصل بشكل كبير لكن المحله قدر ان هو يكسب وعامل موسم استثنائي الصراحه، يعني عامل ماتشات كويسه جدا. وبعد كده عندنا فاينل مع بيراميدز في الكاس، يعني كل مباراه اعتقد لازم تحترمها بشكل كبير قوي. واحده من الاسباب النهارده ان انت كسبت ان انت احترمت فرقه الهلال فنيا، تمام؟ فده مهم جدا ان انت يكون في الحسبان يعني. حسين الشحر. طيب البيان بتاع وزارة الداخلية يا شباب حطوه لنا بس على الشاشة بسرعة كده، اللي بيؤكد فيه انه جمهور الاهلي، دي الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، انه جمهور الاهلي كان ملتزما خلال هذا اللقاء، وهذا البيان هو بيان نفي لكل ما تم تداوله من اكاذيب تتعلق بتجاوز الجمهور في حق وزارة الداخلية. بس ده مهم جدا انه نحط لحضراتكم ده قدام الشاشة، محدش لا يكسر الخطوة اللي احنا طلعنا بيها لقدام ولا يضحك علينا. لا متفضلي. كان في اخبار يا ابراهيم اترددت عن ان ثنائي الفريق محمد الشناوي كابتن الفريق طبعا وعلي معلول اتنازلوا عن الفلوس اللي اخذوها في الاعلانات لكهرباء علشان مساعدته طبعا في الغرامه بتاعته. انا سالت في الموضوع ده والحقيقه الموضوع مش صحيح خالص، ما حدش اتنازل لحد لكهرباء يعني عن الفلوس بتاعته. كل حد بيشارك في الاعلان بياخد النسبه بتاعته، هي نسب بيبقى مقسمها النادي، فكل لعيب بياخد نسبته بشكل طبيعي جدا، فما حدش اتنازل يعني حاجه. في جزئيه برضو هتكلم فيها، والمفروض ان فتره كهربا هتخلص بعد ماتش بيراميدز بتاع الكاس، تمام؟ فموضوع السداد الفوري او ان هو هيسدد فوري، عشان كنت قلت معاك قبل كده ان هو هيسدد على طول، لا، هيكون في خطوه ثانيه اللاعب بيفكر فيها قبل ما يسدد علشان يقدر يجمع جزء من الغرامه قبل السداد، ومحتمل ان هي تحصل خلال الايام اللي جايه يعني. ان شاء الله هيحط الفلوس في الحساب ولا شوقي في دقيقه هيحط الفلوس في الحساب؟ سيبك من الموضوع بره الحساب دلوقتي، لا هو في خطوه ثانيه المفروض هتحصل يعني قبل قصه الحساب دي يعني. انا تمام يعني، هم خلصوا انا مفيش مشاكل. اتفضل يا شوقي. ماشي. يمكن الاسبوع اللي فات كنت اتكلمت معاك هيما على انه كل لعيبه الزمالك زي ما بقول لك تحت المجهر، تحت المنظار، مفيش لعيب في الزمالك ضامن مكانه السنه الجايه، في ظل انه واضح انه الزمالك السنه دي في تراجع، خروج من افريقيا، خروج من الكاس، الابتعاد في الدوري، فخلاص كل اللعيبه بقت زي ما بيقولوا تحت المجهر. دلوقتي الوضع الحالي اللي انا عرفته انه الزمالك بدا يجهز مبكرا للموسم الجديد، لانه الموسم الحالي خلاص بمعنى ايه يعني بيجهز صفقات؟ دلوقتي الزمالك انا بقوله لك انه بدا دلوقتي مش بيجهز صفقات، ولكن بدا يجهز فايلات بكل المراكز، كل المراكز، مفيش مركز غير ما يتجهز بيبدا تجهيز فيه. معلش منك اسرع من كده شويه. بيتم تجهيز كل مركز بثلاث لاعبين سواء محليين او اجانب عشان خاطر يتم التجهيز مبكرا للصفقات، عشان الزمالك عايز يخلص صفقاته بدايته من شهر 6 مع نهايه الموسم قبل البطوله العربيه يكون مجهز واللعيبه خلاص تم التعاقد معاه. ده عظيم جدا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع على طول على عبد الباسط. اتفضل استاذ عبد الباسط. الخبر اللي معانا انه كاس مصر هتلعب يوم 10 ابريل استكمالا للدور اللي بيقوم بيه وزاره الداخليه واللي شفناه النهارده ورد الفعل الطيب والايجابي من جمهور النادي الاهلي. اتحاد الكره بعت خطاب رسمي لوزاره الداخليه ب 50,000 تانيين في ماتش الاهلي وبيراميدز. انا بقول لك معلومات لسه بدري. اه والله. اه على طول. عظيم. عظيم. 50,000 مشجع في نهائي الكاس بين الاهلي وبيراميدز يوم 10 ابريل. طب حد هيسال يقول لك بيراميدز مثلا ما عندوش جمهور، فال 50,000 هيتوزعوا ازاي؟ 25 و25. بس طبعا رئيس اللجنه في المباراه دي، رئيس اللجنه المنظمه المباراه الحاج عامر حسين، ما بيسيبش برضه حاجه للظروف، فراح عامل ايه؟ عامل حاجه كويسه، هيبعت النادي الاهلي انت عايز 25 ادفع ثمنهم، لان دي بطوله اتحاد الكوره. ايوه. طب بيراميدز عايز 25 ادفع ثمنهم، بيراميدز قال لك لا انا عايز خمسه. انا عايز ليه؟ هيجيب منين 25 واحد؟ 25,000. بيراميدز هيجيب منين 25 مش واحد؟ مش هيجيب. اعضاء مجلس الاداره لو عايز يشتريهم ويسيبوا المدرجات فاضيه تحت امرك، بس ادفع فلوسهم لان دي
فلوس هتدخل الخزنه. طب ولو ما دفعش؟ ما اشتراهمش وما دفعش وخدت خمسه مثلا وفاضل 20 والاهلي عايز يدفع، اتفضل والله. فعشان كده بقول لك انه المباراه دي ممكن الاهلي تلاقي حصه التذاكر بتاعته 45 وخمسه النادي بيراميدز. بس بيراميدز مش هيفرق معاه الفلوس، لو على 25000 اشتري ب 80000. لا فهيفرق دلوقتي فلوس، هيفرق دلوقتي. لا بيراميدز بيراميدز وعلى المسؤوليات الشخصيه اخر ست شهور في لعيبه ما خدتش مرتباتها، في قطاع الناشئين ما بيقبضش، عندهم ازمات ماليه كبيره جدا. وعندي معلومه كمان ان هم بيدوروا على ملعب تاني عشان الايجارات بتاعت الملعب. لا وهم شافوا ملعب السكه الحديد وهينقلوا السنه الجايه في ملعب السكه الحديد لان في ازمات ماليه. فلا موضوع الفلوس وال 25000 تمنهم كتير جدا، فلا في مشكله في الفلوس. فبالنسبه لهذه المباراه مفاجاه بالنسبه لي حقيقه. لا هو في 50000 ان شاء الله يحضروا هذه المباراه، والساعه الجماهيريه لو البيراميدز ما اشتراش الفلوس التذاكر دي من حق النادي الاهلي يشتريها. طيب ده كلام عظيم، خبر حلو والله. انا هاجي لكم بس هروح الفصل بسرعه. لا براحتك خالص، براحتك جدا. ماشي يلا. ثلاثه على ثلاثه، فكل واحد هياخد ايه؟ دقيقه. راب شغل بقى، راب عالي. اتفضلي يا استاذ ريهام. شفنا في مفاجأة محمد فخري في المؤتمر الصحفي مع كولر. تمام، الناس كلها اتفاجئت، لكن الحقيقة هو كانوا عايزين اللاعب كلموه يعني قبل المباراة بيوم علشان يحضر المؤتمر تخفيفا شوية عن اللاعبين الضغط بتاع المباراة، وان الموضوع يعني ما يبقاش فيه تنشن او اكشن عليهم جامد. لكن بعد كده الناس اتفاجئت ان محمد فخري خرج من قائمة المباراة برغم ان هو اللي حضر المؤتمر. يعني اللاعب عنده اصابة يا ابراهيم، بقاله فترة عنده فيروس في معدته وما بيتدربش اصلا مع الفريق بقاله فترة طويلة. يا دوب بس كان بيجري ونزل تمرينتين ثلاثة قبل المباراة، فما كانش جاهز ان هو يكون موجود في القائمة، لكن بالمناسبة كولر بيحبه جدا وعايزه باستمرار معاه في الفريق يعني. عظيم. يلا. اتفضل يا شوقي. عايز كام دقيقة؟ ماشي. ناصر منسي تألق بشدة في مباراة امبارح أمام المريخ وسجل 3 أهداف، يمكن بالرغم من إنه المباراة ما كانتش مهمة في ظل خروج الزمالك، لكن كانت مهمة في ظل إن ناصر كان من وقت ما انضم للزمالك كان بياخد أوقات قليلة. المكافأة الفورية بعد تألق ناصر إن الجهاز الفني قرر يعتمد عليه بشكل أساسي في مباراة المصري، في ظل إنه لاعب ماشي بشكل كويس وتألق بشكل كويس، وفي نفس الوقت أنا شايف إن لسه بدري. إنه سيف الجزيري اتأخر من العودة من تونس ولسه ممكن بكرة يبقى موجود في أول تمرين، فمن الصعب يبقى موجود في التمرينتين، فبناء عليه ناصر منسي مكافأة لتألقه هيبقى موجود. كم أنت كبير يا ابن النيل؟ 38 سنة. كمان؟ تحسب لنا؟ كفايتين وجايب ثلاثة لازم يلعب. يلا يا بصر. ماشي. اتحاد الكورة بيعمل عملية توازن وموازنة في اختيارات 2005 و2007 المديرين الفنيين. عايزين في خناقة دلوقتي شغالة على 2005، عايزين يجيبوا فيها الكابتن أسامة نبيه، والضغط الناحية التانية إنه يجي الكابتن محمد شوقي، يبقى دي الخناقة الأولانية على الزمالك والأهلي. أهلي وزمالك. لانه الكابتن ايمن عبد العزيز في المنتخب الاول، كابتن وارد في المنتخب الاولمبي، منتخب 2007 يعني هي بتتظبط كده ان شاء الله تبقى للكابتن سيد معوض. كل ده بالمشوره مع الاستاذ سمير عبد التواب اللي هو حاليا هو الوكيل فيتوريا ووكيل رئيس لجنه الحكام ووكيل مكالي، هو الليله كلها. فده كله هيحسم خلال ساعات يعني. 44 سنه يا ابن الشرقيه، شغل جامد. لا شغل لا جامد. لا والله العظيم انا فرحان بيكم. رياض بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا شوقي بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا عبد الباسط بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. تحيه خاصه للاهلي وجمهوره في هذه الليله الاهلاويه الخالصه. تصبحوا على الف خير، تصبحوا دايما على نصر وابتسامه حلوه. سلام عليكم.